طبعا مستهدفات استراتيجية أبو ظبي الصناعية لها ثلاث مستهدفات رئيسية. رقم الأولى هو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد أبو ظبي بمقدار 90 مليار درهم إضافي عام 2031 من الناتج المحلي الحالي 82 مليار، بمعنى سنوصل إن شاء الله ل 172 مليار درهم. كذلك زيادة عدد الوظائف ذات الجودة في القطاع الصناعي ب 13600 وظيفة إن شاء الله، وكذلك زيادة نسبة الصادرات الغير نفطية إلى 178.8 في 2031. والسنة هذه إلى الآن في الربع الأول ما شاء الله يعني ماشيين على الاستراتيجية بشكل جيد، تجاوزنا مستهدفات الربع الأول. كان المستهدف مثلا في المساهمة في الناتج القومي 86 مليار، نحن وصلنا ل 90.1 فتجاوزنا الهدف. كذلك عدد المصانع في إمارة أبو ظبي في الربع الأول وصلنا ل 951 مصنع مقارنة بالسنة الماضية ب 885 مصنع، فزيادة تقريبا 9% خلال الربع الأول، وإن شاء الله نستهدف زيادة هذه النسبة إلى الأعلى بحيث نوصل للأهداف العليا أو الألتيميت جولز قبل 2031 إن شاء الله. إن شاء الله بالتأكيد كل هذه الأرقام والنمو المحقق سواء طبعا في المساهمة أو الرخص الصناعية وما إلى ذلك بيأتي من الدعم اللي موجود والحوافز اللي مقدمة. هل ممكن نحن نكون خلال الفترة الحالية بيتم دراسة حوافز جديدة؟ كان عندنا برنامج التعرفة الطاقة اللي تم إطلاقه في 2019، وكان عندنا أيضا برنامج تأجير الأراضي الصناعية. هل في أمر آخر ممكن تقديمه؟ طبعا الحوافز متوفرة من ناحية الطاقة مثل ما ذكرتي، أسعار الأراضي، كذلك محفزات للتصدير من ناحية الائتمان. وفي هذا المنتدى مثلا وقعنا مع 10 بنوك لدعم القطاع الصناعي من ناحية التمويل.